السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما رؤية الله للمؤمنين بعد دخولهم الجنة هذه متواترة وهي من صلب العقيدة، يجب الإيمان بها. أما رؤية الله في عرصات القيامة فهذه محل خلاف بين العلماء، الله أعلم. وأما رؤية الله في الدنيا فهذه لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. نعم.